أنا كتير محظوظ السنة إنه سواروفسكي اختاروني لأكون معهم بالحدث الكبير اللي راح يصير بدبي. المطلوب من سواروفسكي إليمنتس أحضر 2 موديل فستان نشتغل عليهم وبيوحوا بالسنس أوف تو. كانت فكرتي إنه أعمل السن والمون لنضلنا بالمود الشايني تبع الكريستالز نفسها موجودة بالشواروفسكي، بس الفكرة انه السنس اوف تو رح تكون بقلب الكريستالز نفسه، يعني مش فايت انه بموديل كتير هيوج او افكار كتير غريبة بالموديل نفسه، لا رح تكون بقلب الكريستالز نفسها، يعني رح فرجي الناس كيف رح استخدم الكريستالز بطريقة جديدة.